سيدي هاي انقلبت الاشهر. قال تعالى انست نارا، يقول لي واحد قال لي سلسلة الحجازي في خلال دقيقتين ونص، شلون نار ويانس؟ شلون انس مع النار؟ يعني قول الله جل في علاه. الانس كلام سبحانه والبصر به ومعنى الاستئناس اليه ما خافش منها يعني. ايوه. ليه؟ لانه كان في ليله مظلمه وبارده وعايز نار يتدفى عليه. سبحان الله. فقال لهم لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس. بقبس. وبعدين قال بخبر. فجمع بين الاثنين لان تراسل الايات يجيب. فقالت ام المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة كن في العلم صيادا. الله. فإن موسى بن عمران ذهب يقتبس نارا فرجع بنور النبوة. مدد زين الحين قبس. ولذلك ابن الفارض يقول ايه انست في الحي نارا فبشرت اهلي ودنوت منها فكانت نار مكلم قبلي. هذا بالعشق. ها موسى بس هو شلون طبقها؟ هو ابن عربي هو يقصد شنو؟ ابن الفارض. ابن الفارض شنو محبوبته منه هي كانت؟ ذات العلي. هو صح. انست في الحي جارا شلون يعني نارا؟ انست في الحي نارا يعني نار شنو؟ هم فرح نار وفرح يصير. هو قصده ان انا لما شفت النار بيشبه حالته بحالة موسى الكليم لما لقى النار فبشر اهله بايه؟ سأتيكم منها بقبس او اجد على النار. يقول دائما الشيخ وليد الدريمي زين مولانا قال له هذا سيدنا موسى رد عليه. الله سبحانه وتعالى كلمة قبس بقبس في آية في ثانية جذوة هي كلمة قبس حلوة. أيوة هنا اقتباس يعني اقتبس حتة نار أجيبها واجي أو جذوة يعني مشتعلة. فتراسل الآيات مع بعضه بيجمع المعنى المطلوب إن أنا هجيب لكم حتة تشعلوها تدفوا به لأن في البلد يجيب حتة نار هاي يحطها كده على غلاف ولا شيء يوصل بها للبيت ولا فإنه النار تشتعل من قليل الحطب يعني. فقليل النار وبيقول وليلة كمثل النار ينفع ضوءها وتحرق نارها. وانت حرقتك نار العشق كنت عاشق يقولون انت مولانا صحيح انت ولا النساء تعشقك اكشف سرك طال شوف زمان ياخذوا صونه تحت